من طهران ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي مصدق قابور. سيد مصدق، أهلا بك. يعني هناك تتردد أحاديث عن صفقة مرتقبة أو صفقة محتملة بين واشنطن وطهران بخصوص العودة إلى اتفاق العام 2015. كان الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، أبرز ما أتى فيه هو الضمانات التي تريد إيران أن تحصل عليها إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية. هل حصلت طهران على تطمينات بهذا الخصوص من الأوروبيين والأمريكيين؟ نعم، شكرا. طبعا لحد الآن الجانب الأمريكي ولم يرد عبر القناة الرئيسية، يعني ربما هو وجه رسالة عبر الوسيط القطري. كان هناك اتصال هاتفي بين مسؤول قطري وبين وزير خارجية الإيراني، وبالتالي وبعد ذلك كان هناك تصريح للسيد عبد اللهيان، فهمنا منه بأنه ربما اطلع على الرد الأمريكي، وقال أن إيران هي مستعدة للدخول في هذا الاتفاق، ولكن شريطة، يعني كرر جدد نفس مواقف إيران السابقة، شريطة لا يكون هناك يعني عبور أو تجاوز للخطوط الحمر، وشريطة أن يكون هذا الاتفاق اتفاقا نافعا. أما فيما يتعلق بهذه الضمانات، طبعا أنا سمعت، يعني كانت هناك تسريبات، وحتى سمعت من المقربين للوفد المفاوض، فعلا يعني هناك ضمانات هي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نحن في المجموع نعتبر هذه الضمانات ضمانات شكلية لا تستطيع يعني أن تتحقق على الأرض. أساسا هذا الاتفاق هو ليس معاهدة حتى تلتزم به، يلتزم به الكونغرس الأمريكي، ولا هو في نفس الوقت يعني وشيء عقد، يعني عقد واتفاق ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو خماسي، ولا يدخل في إطار المعاهدات، وبالتالي ليس هناك أي التزام. ربما إدارة بايدن هي تلتزم، يعني طالما هي في السلطة وطالما جمهور الديمقراطيين هم في السلطة، ولكن الجانب الإيراني عموما هو يشعر بأن الجانب الأمريكي يراوغ، يعني حتى لو أبرم الاتفاق معه بالتأكيد في المستقبل الجانب الأمريكي سوف لن يكف عن مراوغاته، وبالتالي لابد من توخي الحيطة والحذر. هنا في طهران هم يعلمون يعني بهذه المراوغة الأمريكية، ويعلمون أيضا بأن الجانب الأوروبي يحتاج إلى النفط، وإيران هي أيضا مندفعة تحت طائلة الظروف الاقتصادية، مندفعة لإبرام هذا الاتفاق. نعم. ولكن أعتقد سيد نعم. سيد بور، لانه نعم. ربما يرى يعني الجانب الايراني نعم. بانه الوقت مناسب الان للضغط على الجانب الامريكي من اجل تحصيل اكبر مكاسب ممكنه في الوقت الذي ربما تسعى فيه الولايات المتحده الامريكيه لانهاء الاتفاق، لاتاحه المجال امام النفط الايراني لخفض اسعار النفط التي تعاني منها الولايات المتحده الامريكيه. ولكن الا ترى انه المطالب الإيرانية مبالغ فيها بعض الشيء في الوقت الذي يبدو فيه حلفاء لواشنطن مثل إسرائيل على سبيل المثال لا يمكن أن تقبل بأن تحصل إيران على مكاسب أكثر مما تمنحه الاتفاقية الأساسية في العام 2015؟ طبعا موقف الإسرائيلي واضح، يعني موقف الإسرائيلي منذ البداية واقف واضح، وانا في اعتقادي يعني نحن سمعنا نيد برايس المتحدث بلسان الخارجيه الامريكيه، وقال ربما لدينا اختلاف تكتيكي في التكتيك مع الاسرائيليين، ولكن في الهدف، ونحن لا نريد ان تتحول ايران الى دوله او قوه نوويه، نحن متفقون معها. ولكن انا اعتقد يعني هذا التصريح الاسرائيلي علامه احباط وعلامة فشل وعلامة استياء وتذمر شديد لدى الجانب الإسرائيلي، ويعلم أن إدارة بايدن مقررة أن تبرم هذا الاتفاق، وبالتالي هذه الإدارة أشعلت حرب يعني سباقية ضد الديمقراطيين، يعني بالخدمة للجمهوريين، لأن التصريحات سوف تكون هناك تداعيات. هذا ما نفهمه يعني من خلال هذا الموقف، لأن إدارة بايدن حاولت كثيرا إقناع الإسرائيليين وإفهامهم. موضوع إسرائيل ليس مهما يعني بالنسبة لإيران، ولكن بقية المواضيع مهمة. إيران عندما تطرح شروط في الواقع هي لا تزال يعني هي تخشى أن تكون هناك عودة متكررة إلى نفس الأخطاء السابقة. حتى في داخل إيران يعني هذا الاتفاق اليوم جاهز بصراحة، والكثير يتحدثون بأن هذا الاتفاق يتضمن نقاط إيجابية جدا ومفيدة لإيران، ولكن لا يوجد في داخل إيران أي مسؤول حتى من ضمن أعضاء الوفد
المفاوض أو أي مسؤول آخر يريد أن يتحمل مسؤولية. الكل يريدون يقولون يجب أن نجلس ونجتمع ونتشاور للسوية. لماذا؟ لأنهم لا يثقون بالجانب الأمريكي ويعتقدون أن الجانب الأمريكي ربما يلجأ إلى خديعة أخرى وربما الأمور أيضا. ولكن أنا في اعتقادي هذا الاتفاق لا يغني ولا يشبع شيء بالنسبة لإيران، لأن إيران حاليا حتى في هذه الظروف استطاعت أن تلتف على الحظر الأمريكي الأحادي. يعني إيران حاليا تبيع النفط، يعني بكل صراحة نقول هذا الكلام. وحتى الباخرة الناقلة اليونانية التي احتجزت قبل فترة هي كانت محملة بالنفط إلى دولة أوروبية، يعني هذه الدولة الأوروبية هي انقلبت على الحظر الأحادي الأمريكي. يعني اليوم الأوروبيين ظروفهم صعبة، وبالتالي الجانب الأمريكي محرج، وهذا الاتفاق اتفاق ضرورة ومخرجين ومجبرين. نعم. وإيران أيضا في نفس الوقت تريد أن تستفيد من هذه الفرصة وتساعد يعني من مطالبها. نعم، من طهران الكاتب والباحث السياسي سيد مصدق بور.